وتعطيني لوكازيون برك باش تاني اون بريسيز الشركه هذه اللي جات. سمعنا شركه من البرتغال، مش هي الشركه صح عندها ان بيرو في البرتغال، ولكن هي سي ان جروب اسبانيول ميديا برو. ميديا برو عندهم يخدموا في حقوق البث، يخدموا في الانتاج، يخدموا في مام عندهم دي شان، عندهم دي شان تيلي سبورتيف. والشركه هذه تخدم مع لا ليغا، تخدم الفار مع لا ليغا، يعني ما راهيش شركه من ولا ولا صح. كانت هاد ليكيب هذه ما نضيف لك نقطه هنايا، وكانت في الكاميرون كانت كره الاستاذ سكريني، كانت حاضره في لاكان في الكاميرون، وهي اللي دارت العشر مباريات الفاصله. لكن في نفس الوقت لما تجيك شركه تاع الفار ما عندهاش جول لاين تكنولوجي، معناتها هي شركه مستوى ثاني يا استاذ. لا مستوى ثاني، عكس ما يقال انها تنتج في مباريات الخليج. علاش ما تجيبوش جول لاين تكنولوجي؟ دوريات الخليج ليست بنفس مستويات الدوري الاسباني على مستوى الريكم. انا نعطيك معلومه رسميه، حتى شوف تشري طوموبيل لا باز افي كليم ولا توت اوبسيون، حتى في لافار كاين هذا. انا نعطيك رسميا وديها من عندي رسميا، لافار اللي جات الكار هذا اللي جات على فار ما فيهش جول لاين تكنولوجي. حنا بلدنا ما فيهش، في السنغال كاين، في مصر كاين، في تونس كاين، في الماتش تاعنا ما كاينش. نزيد لك حاجه واحده اخرى، نزيد انا نبروفي لك، حتى في لونجو في الاوف سايد كاين تروا كاتيجوري، كاين الكاتيجوري تاع لو بيي، وكاين تاع ليبول، وكاين تاع ديو، كاين تروا دي نقولها، كاين. انا نعطي لك هذه الامور كامل. انا بريسيز ما نخدمش مع الفار. لا 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 لا، انت جزائري احنا توضيح فقط. لا لا، باسكو انا نغلب الفيفا ونغلب العالم. علاش انا في ستادي ما تجيبليش جول لاين تكنولوجي؟ وعلاش في السينيغال كاين جول لاين تكنولوجي وفي بلادي ما كاينش جول لاين تكنولوجي؟ وعلاش لا فيفا دو تيغي؟ سي بور سا كاساما دير رايو، باسكو كاساما يروح لاكوب دي مون، باسكو محمي كاساما. فعلا باسكو محمي كاساما.